مايو عام 2008. الكل يعتبرني مزعجا، أعطل العمل وأضايق الجميع. بابا يقول لي العب في الشرفة يا علاء. ماما تراني فلا تتكلم، فقد تتسع عيناها متوعدين بالويل لي. لماذا؟ ماذا فعلت؟ لا أعرف، هي لا تعرف، لكنها موقنة أنني سأفعل شيئا يستاهل هذه النظرة. عندما تكون طفلا في الثامنة فإن عالم الكبار يبدو لك سخيفا جدا، وفي الوقت نفسه لا يرحب بك بتاتا. لكن علي أن أكون حذرا، في هذا الجو تتحطم أشياء كثيرة، وسوف يبحثون عن الطفل ليوبخوه أو يضربوه. عندما يكسر الطفل شيئا لأنه أحمق، وعندما يكسر الكبار شيئا فلأن الطفل أحمق. لكني أسمع ما يقولني همسا على باب الغرفة. أنت ترين كم الإنفاق، هذا البيت يلتهم المال كالبالوعة، كل ما جمعته من مال السعودية قد تبخر. وماذا تفعلين براتبك؟ لا شيء على الإطلاق، كلام فارغ. والمواصلات هل تدفع فيها مليما؟ إذن استقيلي وابقي في البيت، هذا يوفر ثمن المكياج وما تبلين من ثياب، ويوفر علي النظرات الناهمة التي تأكلك أكلا. الرجال عندها نظر، أما أنت فلا، فقط تنفق مالك على هذه البلالية الزرقاء التي لا تبدي في شيء. الموتى لا يعودون للحياة. لا أعرف سببا يدفعك للتضحية ما دام المعجبون يلقون بأنفسهم عند قدميك لهذا الحد. فقط لو كنت امرأة حقيقية لوجدت رجلا حقيقيا. رجل حقيقي؟ هأو، تشرفنا. أين كان الرجل الحقيقي بينما كان مبيض المحارة يوجه لك السباب فلا تجد ردا؟ ولماذا لم تتزوجي مبيض محارة منذ البداية وتريحيني؟ وهنا تكتشف ماما أنني على بعد مترين منهما، فترفع سبابتها على شفتيها محذرة أبي من الاستمرار في الكلام. أقود دراجتي إلى الشرفة العريضة التي تغمرها الشمس وأنظر إلى الشارع، هناك زحام سيارات وطلبة مدارس يعاكسون البنات ويشتمون. امرأة عجوز تتسول، وصبية في سني يخدشون طلاء سيارة جديدة، وهناك بائع فاكهة يقود عربته، محلات أحذية وثياب في كل ركن. كيف أترك هذا السيرك بداخل الشقة؟ بالنسبة لي هذا أجمل مشهد في العالم، عمال بناء وكومة من الرمال وكومة أخرى من الأسمنت. هناك صقالة يقف عليها رجل ضخم أسمر، وهناك خراطيم، وهناك فؤوس. انتقلنا لهذه الشقة منذ شهر، لكن بابا يقوم بتجديدها ونحن فيها. يقول إنها كانت في حالة سيئة حقا. نقيم في غرفة صغيرة وضع بها أبي فراشا ومنضدة صغيرة وثلاجة وتلفزيونا، وهو ينوي أن نبقى فيها إلى أن ينتهي العمال من باقي الشقة، ثم ننتقل لغرفة أخرى ونبدأ في نقل أثاثنا من عند جدتي. باختصار هذه أجمل أيام حياتي، فوضى وضوضاء وزحام وقذارة، كل شيء جميل ساحر. جبل الرمال يجعلني أتصور أنني في الصحراء وأنني أطارد العمال على دراجتي. معظمهم ظرفاء يبتسمون لي لكنهم مشغولون جدا، وقد قال لي بابا إن علي ألا أنفرد بواحد منهم لأي سبب ولا أعرف لماذا. بابا عاد من السعودية واشترى هذه الشقة، عاد للشغل لكنه أخذ إجازة ليراقب العمال، بينما أمي تمضي معظم الوقت عند خالتي. العمال يصلون في العاشرة صباحا لأنهم بهوات كما يقول بابا، يعملون حتى السادسة مساء ثم يرحلون. أحيانا لا يأتون عدة أيام، فيكرر بابا إنهم بهوات، ويتشاجر على الهاتف مع شخص ما اسمه المهندس عوني. الشقة جميلة لكن فيها أشياء غريبة، مثلا هناك ذلك المسمار الغليظ البارز من إطار باب الحمام، هناك بقعة سوداء كبيرة على جدار الصالة، وبقع أخرى سوداء في الحمام وعلى الجدار الذي يعلو القيشان، هناك شرخ كبير جوار باب الشقة. أمس قام العمال بهدم الصندرة الخشبية القديمة وأنزلوا الكثير من الصناديق. يقول بابا إن هذه الصندرة لم تكن موجودة أصلا، لكن أحد السكان قام ببنائها ليضع فيها الكراكيب.
أشياء جميلة ومغرية جدا. هناك خرق ثياب وسكين ضخمة صديقة، هناك حبل، وهناك رزمة خطابات قديمة عليها طابع بريد يمثل فلاحة. هناك صندوق خشبي فارغ صغير الحجم، فتحوه فلم يجدوا فيه شيئا سوى قصاصة ورق كتب عليها شيء ما. ألقى أحد العمال بكومة من الكتب القديمة المطربة، كدت ألمسها لولا أن قفزت حشرة غريبة مرعبة تبدو كسحلية وجرت على قدمي هاربة. صرخت. جاءت ماما من مكان ما وقالت وهي تضرب الأرض بشبشبها: لا تخف، هذه كتب قديمة مليئة بالعث والحشرات، ابتعد وإلا اتسخت ثيابك. كانت مشمئزة جدا، وما إن صرت وحدي حتى فعلت ما يفعله أي طفل آخر، عكس ما تريد بالضبط. التقطت قصاصة الورق التي كانت في الصندوق، ذهبت للمطبخ حيث كانت ماما تعد الشاي للعمال. انتظرت حتى صبت الشاي في كل الأكواب لأنها تلومني دائما لو قاطعتها وهي تفعل ذلك، ثم عرضت عليها القصاصة. نظرت لها في شرود ثم قالت: مكتوب إنه جنون، دعك من هذا الكلام الفارغ ونادي أباك ليحمل الشاي للعمال. كل ما نهتم به سخف في رأي الكبار، كل ما نقوله تافه، لكن هذه الأوراق تثير اهتمامي فعلا. سوف أرسم فيها رسوما جميلة. فبراير عام 1965. صفاء تخونني، أعرف هذا بالتأكيد. الأسطوانة تدور في البيك أب وصوت الست يخرج منها حارقا لاسعا يلهب أعصابك. أتذكر صفاء الرقيقة الناحلة بثوبها عاري الذراعين ذي التنورة المنتفشة وهي تتعلق بالذراع في وسط البلد وتقسم أنها سوف تحبني للأبد. هذه الخطابات التي وجدتها في ذلك الصندوق الخالي من الصندرة تقول بوضوح إنها لم تنفذ الوعد. هناك كذلك قصاصة لا أعرف معناها تقول إنه الجنون. الخط ليس خطها ولا خطي، فمن جاء بهذه هنا؟ أغلقت الصندوق وأخفيته حيث كان، لا أعرف ما أفعله ولا ما أقوله. لا أجرؤ على أن أعترف بهذا لنفسي، فكيف أعترف به لشخص آخر؟ تطلب مني شراء تلفزيون، تقول إن صديقتها ابتاعت واحدا، لا أعرف فائدة هذا الشيء. وأنا على كل حال أصحبها للسينما مرتين كل أسبوع، تحب الأفلام الرومانسية، لكن حبها لها بدأ يتزايد مؤخرا، فلماذا؟ شعور مرعب أن تدرك أن دموع زوجتك وشرودها وأنينها ليلا ليسوا لك بل له. من هو؟ اسمه مصطفى، هذا كل ما أعرفه عنه. هذه الشقة كانت شؤما علي، أعترف أنها رحبة واسعة تطل على شارع نظيف تحيط به الأشجار. أمس رأيت هدهدا على الأرض جوار شجرة منها، وهو منظر نادر فعلا. هناك كافيتيريا هادئة، صاحبها رجل مسن وقور، لكن الجمال لا يعني السعادة دائما. الشقة نفسها في حالة متوسطة، عيوب الطلاء، المرحاض المهشم، المسمار الغليظ البارز من إطار الحمام الذي فشلت في انتزاعه، البقعة السوداء الكبيرة على الجدار، ثم تلك الصندرة الخشبية العتيقة التي أكرهها. لكن ميزانيتي لا تسمح بتجديد الشقة، أنا مدرس، هي لا تعمل، أعتقد أن هذا لا يجعلنا ثريين، لكنه يترك لنا نصف اليوم كاملا لنكون معا بعد عودتي من المدرسة ونتناول الغداء والقيلولة، فمتى عرفت رجلا آخر؟ أعتقد أن هذا يعود للأسبوعين اللذين ذهبت فيهما عند أختها عندما تشاجرنا تلك المشاجرة الأخيرة. لابد أن ذلك المصطفى ظهر وقتها وكانت هي هشة نفسيا. ثم تخرج الطعام من النملية وتقول لي: نحن بحاجة إلى ثلاجة. قلت لها في صبر: أمي وأم أمي وأم أم أمي كنا يعرفن كيف يدبرن أمورهن بلا ثلاجة، وأنا أشتري لك كل شيء طازجا أولا بأولا. ثم أن الصيف لم يأتي بعد، الطقس بارد. ليلى الصغيرة تبكي، تبكي بلا توقف، بكاؤها يحطم أعصابي. انتقلت العدوى إلى إهاب، الأطفال يشعرون بتوتر علاقة الوالدين على الفور، وأم كلثوم
ما زالت تترنم. عندما انفردنا في غرفة النوم في تلك الليلة، كانت تلبس قميص النوم الكستوري السميك، ثم تربعت على الفراش وفتحت مجلة المصور التي على غلافها صورة كبيرة لجمال عبد الناصر. راحت تتصفح شاردة الذهن، سوف تفتح مجلة حواء بعد ذلك كعادتها. سألتها دون أن أنظر لها: صفاء، من هو مصطفى؟ انتهى كل شيء في لحظات. من المثير أن ترى كيف أن حياة المرء تنقلب 180 درجة بهذه السهولة. وقد أدركت أنني ما دمت بلغت هذا الحد فمن الحمق أن أتوقف، يجب أن أشفي غليلي حتى النهاية. طعنات طعنات السكين العملاقة التي جئت بها من المطبخ، ونظرة الذهول في عينيها عندما رأتها. ماذا ستفعل يا عماد؟ لم تختفي نظرة الاحتقار بالكامل من عينيها بعد، حتى وأنا أطعن وأطعن. أخيرا أقف أمام فراش غارق بالدم الساخن، وأنا أدرك أن الأمر انتهى. لابد أن أتصرف بسرعة قبل أن أدرك بالضبط حجم ما خسرته. الآن فقط أدرك أهمية المسمار المعلق على باب الحمام. أين ذهب هذا الحبل؟ سوف أعقده على شكل أنشوطة تتدلى من المسمار، ثم أقف على كرسي الحمام ثم أركله. قمت بربط الحبل وتهيأت لتنفيذ الخطة. غارقا في الدم لم أجد الوقت الكافي للبكاء بعد. هنا سمعت صوت ليلى يقول وهي صحت من نومها: بابا، أين ماما؟ يا للصغيرة المسكينة، يا للصغيرين المسكينين، ليلى وإيهاب. كنت سأبدأ الرحلة وحدي وأتركهما وحيدين بلا سند. لا يمكن تركهما في هذا العالم، لا يمكن. سوف أؤجل موتي بضع دقائق. أغسطس عام 1941. الحرب مستعرة والإنجليز في مأزق. بعون الله سوف يسحقهم الهير هتلر ورجاله الشجعان. خرجت إلى الشرفة أستنشق بعض الهواء الطلق وأنعم بالمناظر الخلابة. خرجت إلى الشرفة أستنشق بعض الهواء الطلق وأنعم بالمناظر الخلابة. فرأيت الشارع خاليا، اللهم إلا من رجل يصلح من وضع طربوشه على رأسه ويجد السير قاصدا مكها ستافروس. ستافروس اليوناني، لطيف المعشر، طيب الشمائل، الذي صار إلى طباع المصريين أقرب. تعد لي زوجتي فاطمة طعام الغداء وتقف في أدب بانتظار أن أدعوها للجلوس. أنظر لها نظرة تعرفها، فتهرع لتحضر لي قلة الماء التي تركتها تبرد في الشرفة. أدعوها للجلوس والأكل. أكلمها عن الحرب ومصارها وعن تقدم جيوش المحور في كل الاتجاهات. سبحان من سلط على الإنجليز من يربيهم ويلقنهم درسا قاسيا. حتى فروا كالجرذان لا يلوون على شيء، وكما قال الشاعر فصدق: أسد علي وفي الحروب نعامة. أحب هذه الشقة الجديدة، فهي رحبة لا تخلو من النظافة. تدخلها الشمس طيلة اليوم بلا انقطاع، إيجارها باهظ قليلا، وقد أخبرت بهذا صاحب الملك مرقس فند اسكندر، لكنه قال لي إن الغلاء صار فاحشا بسبب الحرب وهو لا يقدر على خفض الإيجار. مرقس فندي من أعيان البحيرة، بينما أنا كاتب في ديوان الحقانية لا أملك سوى الماهية. لكني ادخرت مبلغا صغيرا من المال وقد أخفيته في تلك الشكمجية التي وجدتها في العلية، ويبدو أن ساكن البيت الأسبق تركها هناك. شكمجية خالية إلا من قصاصة ورق كتب عليها لفظة استغلق علي معناها، وهي إنه الجنون، فلعلها رطانة مما يرطن به الأجانب. أخبرتني فاطمة بعد الغداء أن ابني الغد عبد الرحيم كان يتلصص عبر خصاص النافذة على شرفة جيراننا. استبد بي الغضب استبدادا شديدا، وبلغ مني الضيق مبلغا، فهرعت إلى باب الحمام ودققت مسمارا غليظا وأدليت منه حبلا. ثم جئت بالفتى الغرير فمددت إلى ساقيه فربطتهما وعلقته من قدميه كالذبيحة في الهواء، وهرعت إلى العصا الأبنوس التي ورثتها عن أبي فأوسعت بها جسده ضربا وهو يستغيث ويطلب الصفح. لكن حسن سمعتي وكرامة بيتي وصيتي فوق كل اعتبار. راحت فاطمة تلثم يدي طالبة الصفح، فلا يزيدني هذا إلا عنفا بالفتى
وإذا بها تقول لي: حرام عليك، أنت لا قلب لك. هنا استبد بي الغضب من وقاحتها، فتركت الفتى المعلقة وانهلت عليها بالعصا بدوري. استغاثت ونبست بلفظة لا تليق بأن تصدر عن امرأتي، وهرعت إلى الحمام فلحقت بها وهويت عليها بضربة أسقطتها فوق الكنيف فتهشم من ثقلها، وأوسعت الفتى المعلق ضربا حتى سال الدم من رأسه ولوث الجدار والحمام. هنا سمعت من يقرع الباب في لجاجة لا أحمدها، فأسرعت أفتحه لأجد الخادمة قد عادت من السوق وهي تحمل حقيبة ملأة بالخضر. أدخلتها وقبل أن تدرك ما يدور من حولها هشمت رأسها في الجدار جوار الباب حتى أنها أسقطت جزءا من الملاط. لقد فقدت صوابي وأنا الحليم، وقتلت نفسا بل نفوسا بغير حق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مايو عام 2008. بابا يخرج من الحمام، يجدني أخط رسوما فوق مجموعة من الأوراق القديمة الصفراء. يهرع كالعادة ليأخذ الأوراق مني، سوف يقول إنها مهمة ويلومني ويضربني حتى لو كانت الأوراق بلا قيمة من أي نوع. ركع جواري وراح يطالع الأوراق ثم قال: من أين جئت بها؟ من الصندرة، هذه الورقة كانت في الصندوق الفارغ. سمعته يتكلم مع أمي همسا من جديد، يقول لها: ما هذا الصندوق الغريب؟ هناك ورقة واحدة بها تقول إنه الجنون. من جاء بها هنا وكيف؟ أنا لست مسؤولة عن كل الكراكيب التي جاء بها السكان القدامى، سوف نتخلص من كل شيء. أسمعه يقول لها: وهل من المعتاد أن يكتب شخص عبارة كهذه ويضعها في صندوق؟ لو سمحت لنفسي بالتخيل لتصورت أن هناك من حبس الجنون في صندوق يوما ما. هل سمعت عن صندوق بندورة؟ لا أعرف، أنت الخبير في النساء لا أنا. صندوق بندورة يا جاهلة، الذي حبس فيه كل الشر في العالم، وعندما انفتح عم الجحيم. نحن لم نكف عن الشجار منذ جئنا هذه الشقة. هذه الشقة ملعونة، تحوي في جدرانها الغضب وضيق الخلق وربما الجنون. أنت صرت مخرفا، كنت في أفضل حالاتك عندما كنت في السعودية. لأنني كنت في حكم المختفي، فقد أرسل لك مالا، هذا وضع زواج مريح جدا. تركتهما ووصلت ركوب دراجتي عبر غرف الشقة ووسط أكوام الرمال التي صارت جبالا في الصحراء. دخلت الشرفة ورحت أراقب الشارع قليلا، ثم تنبهت إلى أن الليل قد اقترب وأنني أسمع ضوضاء وأصواتا عالية من خلفي. لماذا يتشاجر أبي مع العمال؟ أين ذهبوا جميعا؟ أشياء تقع، صراخ. نظرت من الشرفة حيث أنا، فخيل لي أنني أرى أمي بالداخل تجري وهي تمد ذراعيها أمامها، ثم ظهر عم صالح مبيد المحارة من خلفها وجرها من شعرها بعيدا عن رؤيتي. هناك حركة غير معتادة داخل الشقة. هل هناك من يسن نصل سكين؟ سوف أدخل لأرى ما يدور هناك. تمت بحمد الله.